بسم الله الرحمن الرحيم، يلا نبدأ بقى فيديو سكيلز جديد زي ما احنا متعودين، ويلا نكسر الدنيا. هنبدأ بالدايلوج زي ما احنا عارفين كده. كل مرة قلنا ان احنا بنبدأ بالجملة الافتتاحية عشان نفهم هو بيتكلم عن ايه اصلا. فبيقول لي مستر عصام، مستر عصام دوت is calling the company. calling the company يعني بيتصل بالcompany، بيتصل بالشركة. ليه بقى يا عم؟ بيقول لي to speak عشان يتحدث، to the manager عشان يتكلم مع مين؟ يتكلم مع المانجر. السكرتري بتقول لي هلو هلو كويك تايم كمبيوترز، ديت اسم الشركه اللي هي كمبيوترز اللي هي ماركه كويك تايم. وبعد كده بتقول له مي اي هيلب يو، مي هنا معناها هل استطيع، يعني ان انا اقدم لك مساعده. فمستر عصام قال لها يس، ايوه ذيس از عصام، معاك يا عصام. وبعد كده سالها سؤال، فقالت له اي ام سوري but he isn't in right now، ولكن هو isn't in يعني مش موجود دلوقتي، right now دلوقتي. فهو هيقول لها ايه؟ هيقول لها ممكن اتكلم مع المانجر، صح كده؟ يبقى هل استطيع ان اتحدث الى المانجر؟ هل استطيع يعني ايه؟ يبقى كان مين اللي هيتحدث؟ يبقى هو يتحدث عن نفسه، يبقى يقول كان اي. هل استطيع انا اتحدث؟ يبقى speak الى المانجر، يبقى to the manager. يعني هل استطيع ان انا اتحدث الى المانجر؟ فقالت له I am sorry، يعني انا اسفة ولكن انت مش هتقدر عشان هو مش موجود. مستر عصام راح جاي قال لها اوكي، do you know، هل انت عارفة when he will be back، when يعني عندما، will be back يعني عندما يعود، انت عارفة هيرجع امتى؟ فالسكرتري ردت عليه، طب احنا عارفين هو هيرجع امتى؟ لا. طب تعال ما نشوف مستر عصام. قال لها اوه اتس تو ليت، يعني ده متأخر جدا. اي نيد هيم urgently، يعني انا عايزه، نيد يعني انا عايز او انا محتاج، urgently دي معناها بشكل طارئ، يعني انا عايزه دلوقتي حالا او بشكل عاجل. يبقى هي هنا قالت له ميعاد، بس ميعاد متأخر، صح كده؟ يبقى ممكن نقول مثلا هو هيجي، يعني هو هيرجع بعد مثلا 5 ساعات. فتعالى ما نكتبها، يبقى نقول هي سوف يعود، هو كاتبها لهيت اللي هي will be back بعد 5 ساعات. بعد يعني ايه؟ هقوم كاتب after 5 ساعات 5 hours، ممكن حد يكتب 6 ساعات 6 hours، ممكن حد يكتب ساعتين 2 hours، ايا كان. هو هنا مش رابطنا بميعاد. فالسكرتري هنا راحت جاية سألت سؤال، فقال لها I have a customer، أنا عندي customer، عندي زبون، that needs، محتاج some information، محتاج معلومات for your new type، يعني للنيو type. يعني ايه type؟ يعني نوع، والنيو type يعني نوع جديد of laptops، لللابتوبس اللي انتوا لسه منزلينها. يبقى هي هنا قالت له ايه؟ هو بيقول لها انا محتاجه بشكل عاجل، يبقى هنا هتقول له ليه؟ فيقول لها عشان عندي كذا كذا. يبقى ليه او لماذا اللي هي كلمة ايه، او اداة الاستفهام اللي هي why. طيب فبعد كده السكرتري هي سألت سؤال، وراح جاي مستر عصام قال لها يو سنت مي، انت بعتي لي ابروشر، بعتي لي كتيب ويز ا ديسكريبشن، كان في ديسكريبشن يعني كان في وصف اوف يور برودكتس للمنتجات بتاعتكو، بات ذير وزنت، ولكن ذير وزنت ما كانش فيه اني انفورميشن، اي معلومات اباوت عن افتر سيلز سيرفيس، سيرفيس يعني خدمه، وافتر سيلز يعني ما بعد البيع. يبقى هي هنا السكرتيره قالت له ايه؟ فراجع قال لها انت بعتي لي كذا كذا، ولكن انا محتاج بقى شويه معلومات عن الافتر سيلز. يبقى هي هتقول له ايه نوع المعلومات اللي انت عايزها، لان هو كان قبلها عمال يقول لها ان الكاستمر بتاعي محتاج معلومات. يبقى تقول له ما نوع المعلومات، يبقى وات كايند اوف انفورميشن، يبقى ما نوع وات كايند المعلومات، يبقى اف انفورميشن. طيب لو ممكن عايز اكمل واقول اللي انت عايزها، يبقى ممكن اقول دو يو وونت، او اللي انت محتاجها دو يو نيد، ايا كان من الاثنين. طيب فالسكرتري قالت له اوه اي ام سوري، يعني انا اسفه، وود يو لايك مي، هل تود مني تو فاكس ذات تو يو، ان انا ابعتها لك بالفاكس. فمش راح جاي ردد عليها وقال لها يس بليز كود يو سند ات باي ايميل، ممكن تبعتيها لي بقى بالايميل. فالسكرتري ردت عليه طبعا هتقول له شور، طبعا فراح جاي هتقول له شور. وبعد كده راح جاي له اف يو سند مي، لو انت سند مي بعت لي يور ايميل، لو انت بعت لي الايميل بتاعك I will send it، انا هرسلها لك right now. right now دي معناها حالا. فمستر عصام راح جاء قال لها اوكي I will send it، يعني انا سوف ارسلها. تعال بقى اما نخش على الترجمة، نبدأ بقى بالترجمة العربي بتاعتنا. نبدأ بقى بالترجمة الانجليش، وقلنا قبل كده ان في الترجمة الانجليش بندور على الفعل الاول وبعد كده نحط الفعل، يعني نترجم الفعل الاول وبعد كده نترجم الفعل.
فبيقول لي ستريس كان، ستريس دوت اللي هي الضغط، وكان يعني يستطيع. ترجم ستريس ولا كان؟ يبقى ترجم كان الأول، يبقى أقوم قايل كده يستطيع، يستطيع الستريس الضغط. طيب ماله بقى؟ هيلب يبقى أن، هيلب يعني إيه؟ أن يساعد. يو يبقى يساعدك. stay focused، stay احنا عارفينها اللي هي يقيم، لا هنا معناها يبقى او يظل، يبقى ان يساعدك ان تبقى focused. focused ديت معناها مركز، يبقى focused ديت معناها مركز. طيب energetic، energetic ديت معناها نشيط او حيوي، يبقى energetic معناها نشيط او حيوي. and able to، able to معناها وقادرا على، يبقى able to معناها وقادرا على. meet new challenges، meet يعني قادرا على أن تقابل new challenges. أنا new عارف إن هي جديد، وchallenges ديت معناها تحديات، ينفع أقول جديد تحديات ولا تحديات جديدة؟ يبقى أن تقابل تحديات جديدة. in the workplace، in يبقى في workplace يعني مكان العمل. طيب الجملة اللي بعد كده بيقول لي good friends، exercise، healthy food، كل ديت ما فيهاش فعل لسه لحد دلوقتي، and good sleep، والنوم الجيد برضو لسه ما فيش ايه لحد دلوقتي فعل، or هو الفعل. بس طالما لقيت فعل مساعد يبقى لا، ترجم لي بقى كده الكلمات بتاعتك وبعد كده ترجم الفعل المساعد بتاعك. فالجود فريندز اللي هي الايه؟ الاصدقاء الجيدين، الاكسرسايز التمارين، هيلثي فود الطعام الصحي، اند جود سليب والنوم، sleep يعني النوم، و good يبقى النوم الايه؟ النوم الجيد. are the best ways، are ديت معناها هو او هي او هم، تاني هو او هي او هم، فهنا بتكلم عن حاجات كتير يبقى اقوم قايل هم. the best ways، best يعني افضل، و way يعني طريق، يبقى افضل الايه؟ افضل الطرق، يبقى هم افضل الطرق. to relieve، ريليف ديت معناها تخفف، ريليف معناها تخفف، فهقوم قايل في او لتخفيف. لتخفيف ايه بقى؟ الورك بريجر، بريجر يعني ضغط، وورك يعني ايه؟ العمل. ينفع اقول العمل ضغط ولا ضغط العمل؟ يبقى ضغط العمل، يبقى لتخفيف ضغط العمل. and be safe، safe يعني آمن، و be يعني تكون، يبقى وأن تبقى آمنا أو وأن تكون آمنا، يبقى وأن تكون آمنا. تعال بقى منخش على الترجمة من عربي لإنجليش. قلنا قبل كده الترجمة من عربي لإنجليش بنبدأ بإيه؟ بنبدأ بالفعل الأول وبعد كده الفعل، يعني عكس الترجمة اللي من إنجليش لعربي. فبيقول لي كان الفيلم الذي شاهدته، كان ده الفعل ماشي، يبقى فين الفاعل؟ الفاعل هو الفيلم الذي شاهدته. الفيلم معناها ايه؟ ادي اهي ذا فيلم. الذي، الذي ديت لغير العاقل معناها ويتش او ذات، يبقى تاني الذي معناها ايه؟ ويتش او ذات، يبقى انهم كاتبين مثلا ذات. شاهدته، هو مين اللي شاهد؟ انا، يبقى اي شاهدت، يعني ايه؟ ادي ووتش يشاهد، وهخليها في الماضي تبقى ايه؟ تبقى watched. طيب ماله بقى الفيلم دوت؟ بيقول لي كان مملا جدا، يبقى انا هرجع بقى الكان الاول كده. كان يعني ايه؟ بص كان ديت معناها يا اما was يا اما where، تاني كان يعني ايه؟ يا اما was يا اما where. طب انا هنا بتكلم عن ذا فيلم مفرد، اخد was ولا where؟ يبقى هاخد was، يبقى اقول لي where كده سكة السلام انت. طيب كان ايه بقى؟ مملا جدا لدرجة ان، عايزك تعرف ان كلمة جدا لدرجة ان ديت اوعى تقوم قايل جدا ديت تقوم حاطط لي very وتقوم قايل لدرجة ان دي بقى ترجمها ايه؟ لا يا معلم، جدا لدرجة ان ديت على بعضها بتترجم بسو، بعد كده صفة، بعد كده ذات،
بعد كده الجملة تاني جدا لدرجة أن معناها إيه؟ سو صفة ذات جملة هنقولها في يونت 6. يبقى تاني سو صفة ذات جملة، يبقى أقوم قايل was so. ممل اللي هي بقى الصفة، ممل يعني إيه؟ أدي بورينج لدرجة أن يبقى أقوم كاتب ذات. طيب الجملة بتاعتي بقى تبدأ بمين؟ لازم جملة، جملة يعني تبدأ بفاعل وبعد كده فعل. طيب لدرجة أنني، مين اللي أنني؟ أنا بقى، يبقى أقوم قايل الفاعل بتاعي اللي هو أنا، أي. غادرت السينما، هو يغادر يعني ايه؟ يغادر يعني ليفت، صح؟ طيب والسينما ادي ذا السينما. قبل نهايته بوقت طويل، قبل احنا عارفين اللي هي كلمة ايه؟ بيفور. ونهايته يبقى النهاية يعني ايه؟ ادي اند. طب نهايته هو نهاية الفيلم، يبقى احط ضمير كده اتس، يبقى بيفور اتس اند، بوقت طويل. بص بقى انا هنا سايب مسافة عشان عايز اقول لك ان اول ما تشوف كلمة قبل بوقت طويل تحط لي مش بيفور بس، تحط لي لونج بيفور. يبقى تاني قبل بوقت طويل معناها لونج بيفور. طيب ما انت هنا سايب مسافة ليه بقى؟ هقول لك ليه انا سايب مسافة ليه. هي هنا مش قاعدة بيفور، واحنا عارفين من يونت 1 ان بيفور بيجي وراها ماضي ايه؟ ماضي تام وبعدها ماضي وسيط. انا مش دعوه اجي بعدها ايه، بس هي قبلها المفروض ماضي تام. طب هنا الماضي التام بيتكون من ايه؟ بيتكون من هاد وبعد كده التصريف الثالث للفعل، اوعى تقع فيها. طيب الجمله اللي بعد كده بيقول لي تتعرض المراه العامله لكثير من الضغوط التي تتطلب مساعده الكثير وهكذا. طيب تعال ما نبدأ. تتعرض المرأة العاملة، مين اللي هيترجم الأول؟ يبقى المرأة العاملة، صح؟ عشان هي الفاعل، يبقى أقوم قايل كده أهي ذا يعمل يعني إيه؟ work. يبقى العامل ذا working، عشان هنا هحط الصفة بتاعتي اللي هي العاملة هترجمها الأول وبعد كده ترجم المرأة، لأن إحنا بنترجم الصفة قبل الاسم الموصوف، يبقى ذا working. طب المرأة أو ممكن أقول بقى النساء عموما، يبقى أقوم قايل أهي woman. طب تتعرض بقى دي، بص أول ما تلاقي كلمة يتعرض أو تتعرض معناها is أو are exposed to. يبقى تاني دي بقى كلمة النهارده اهي، يتعرض معناها ايه؟ is أو are exposed to. طب أنا هنا بتكلم عن النساء، أحط is ولا are؟ يبقى أحط are، يبقى أقول لي ايه سكة السلامانت، يبقى are exposed to. طيب كثير من، كثير من يعني ايه؟ أدي many. طيب ميني ايه بقى؟ الضغوط، ضغط اللي هي كلمة ستريس، وخليها الضغوط يبقى ستريسز. طيب التي، هو انا مش لسه قايل لك الذي او التي معناهم مين؟ معناهم ويتش وذات لغير العاقل، يبقى هقوم قايل ستريسز ذات او ويتش، الاتنين ينفعوا. يتطلب او تتطلب، بص كلمة يتطلب دي برضو اعتبرها كلمة النهاردة معناها require، يبقى تاني يتطلب معناها ايه؟ require. يبقى احنا قلنا يتعرض لي is او are exposed to، ويتطلب اللي هي كلمة require. طيب بعد كده مساعدة، مساعدة يعني ايه؟ ادي help. تمام الله ينور عليك. الكثير من، كثير من يعني ايه؟ احنا لسه قايلين كثير يعني many. طب الكثير من اهي خليتها many of. طيب عائلاتهم، هي عائلة يعني ادي family. طيب وعائلات يبقى خليها families. طيب وأقاربهم، يبقى and أقارب يعني ايه؟ كلمة اسمها relatives. طب حلو قوي، انت سايب مسافة هنا ليه؟ يبقى اكيد انت كده نسيت حاجة. ايوان، هو هنا مش قال عائلاتهم واقاربهم، يعني عمال يحط لي ايه؟ عمال يحط لي كده ضمير عايد عليهم هم، صح؟ يبقى عايز اقول حاجة عايد عليهم هم، الهم ديت بتترجم بزير، يبقى زير families and relatives. يبقى احنا هنا ما كناش عارفين require، كناش عارفين exposed to، وبرضو في حاجات تانية قلناها. عايزك ان انت اوعى تعدي الفيديو غير لما تكتب الكلمات اللي انت ما كنتش عارفها النهارده، اكتبها في الورقه عشان ما تقعش فيها تاني ان شاء الله. لو حابب بقى تتابع معانا ان شاء الله كل فيديو، او حابب ان انت يجي لك نوتيفيكيشن بالفيديوز اللي احنا بنعملها على طول، ما تنساش تنزل تعمل سبسكرايب تحت للقناه عشان اول ما انزل الفيديو يجي لك اشعار على طول ان انا نزلت الفيديو الجديد. ودمتم بخير يا شباب.